صح. طيب خليني ارجع بيكم لروسيا بقى تاني. تاني هنرجع لروسيا تاني، برد قوي بس الحقيقه انه الموضوع لطيف قوي وانا متحمسه قوي اشوف الصور. ست لعيبه اكروبات، للناس اللي بيعملوا الاكروبات والحاجات اللي هي زي مشاهير، هم الحاجات دي وبيبقى عندهم مرونه وليونه وخفه وحاجات فظيعة. كتير، بس هي حابه تعمل حاجه خارج المعتاد شويه، انها تتعلق بس من شعرها. واضح ان شعرها طويل سبيل. يعني واضح ان شعرها طويل، فهي قررت ان هي تتعلق نفسها من شعرها زي ما في المترو. ليه؟ الروسي ايه ده ليه كده؟ وتقعد كده متربعه وتعمل افيه. إيه هي قالت لك ايه؟ قالت لك انه انا شعري يشيل، يعني كل شعرايه حسب الحسابات كل شعرايه بتشيل 100 جرام وزن، فهي لازم كانت تقعد بشكل معين وتلم شعرها بشكل معين ويبقى وزنها بشكل معين عشان تقدر تلعب اللعبه دي. والحقيقه ان هي عملت ده والناس صورتها، بس الغريبه بقى ان ستات سابت ده بجد عشان تفهم الشعر ده قوي قد ايه. يعني هي بتلعب اكروبات، هي خفيفه، هي مرنه وعندها ليونه، لكن اللي لفت انتباههم اكتر من ده ان شعرها قوي جدا لدرجه انه شايلها. فسالوها ايه روتين شعرك؟ قالت لهم عشان تبقوا عارفين، شوفي انت مهتمه ازاي. قالت لهم ان انا برطب شعري 5 مرات في اليوم. انا مش عارفه ازاي ممكن ترطب شعرها 5 مرات في اليوم، بتحط مثلا كريمات والليف ان كريم والحاجات دي. وقالت ان هي بتستخدم طول الوقت فيتامينز لتغذيه الشعر، اللي الحاجات اللي بتتاخد الحبوب وكده بتكون مخصصه. مش عارف، فما اعتقدش ما احنا بنعمل الحاجات دي كلها. لو حد لمس يا صداع، انا ممكن فروه راسي تطلع معايا. لا جربوا، لا جربوا يا حبيبي. حاضر ريحي، حاضر يا زين. ياني هنروح خلصنا. يلا حد عايز حاجه؟ مش حد محتاج حاجه؟ مش هجيب حاجه لحد من السوق؟ لا شكرا. يعني لو قلت هتقولي حاضر؟ حاضر والله يا حاضر والله، انا يعني كمان عايزه ارتاح. صح بجد احنا فرهدنا زيكم بالظبط على فكره.